السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي المغاربه، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مباشره من العاصمه الرباط، هنا العاصمه الرباط بجنبات مركب الامير مولاي عبد الله، غادي تشوفوا الاشغال فين وصلت وغنشوفوا اخر التطورات. فكما كيعرف الجميع الاشغال على قدم وساق، وتغييرات في كل مكان، تغييرات في كل مكان، ونحن فقط على بعد اقل من 10 ايام على انطلاق المونديالتو. لمسات اخيره في هذه الاثناء، لمسات اخيره، وكما كتشوفوا العمليه ديال الجارديناج والمدار المحدث مؤخرا يعني، فكل الحيطه والحذر للاخوان السائقين والاخوات السائقات. كما كتشوفوا الطابي اللي دار هنا في اليمن اللي خاص بالراجلين من وراء الغازون اللي وسط الشجيرات، اللهم بارك. فكذلك كنبغيو ناكدوا على المساله اللي كتعلق بالاشغال داخل المركب، فكنشوفوا امور اللهم بارك، كنشوفوا اشغال كبيره جدا، فغادي نحاولوا نقربوكم من الجماليه. امور جميله هنا، امور جميله هنا في مركب الامير مولاي عبد الله. غادي نقربوكم من بزاف ديال الحويجات هنا، كتشوفوا انه المعالم والجنبات، تغييرات هنا في الجنبات. كنشوفوا وصلنا، بقى غير عمليه السقي وبعض الرتوشات داخل ساحة مركب الأمير مولاي عبد الله. أكيد المراحل ديال الديكوراسيون غادي تبدا، وغنشوفوا أمور اللي هي زوينة، غنشوفوا تغييرات كبيرة في مركب الأمير مولاي عبد الله من أجل إنجاح هذا العرس الكروي مونديالتو المغرب. المونديالتو اللي غادي يكون بين العاصمة الرباط وعروسة الشمال طنجة. وكما كنشوفوا المكان اللي جا فيه هذا العرس هو جا في واحد المكان استراتيجي. لقطه جميله صراحه، تحيه لرجال الامن الوطني، شفنا واحد اللقطه رائعه جدا. الله يسخر الامور يا رب. فكما كتشوفوا معنا هنا، كتشوفوا المحطه الطرقيه الجديده، وغادي نغيروا الاتجاه وغنقلبوا من زاويه اخرى وغنشوفوا الباب الشمالي ونشوفوا الامور فين واصله. هنا بالجنبات ديال مركب الامير مولاي عبد الله عندنا المحطه الطرقيه العملاقه، اكبر محطه طرقيه في افريقيا، تنظيم محكم، امور جيده جدا هنا بالجنبات. هنا المحطه الطرقيه يعني قريبه المركب الامير مولاي عبد الله، يعني الناس اللي غادي يجيو يشوفوا المباريات، الجماهير في جميع ربوع المملكه. ف بالنسبه لوسائل النقل الحمد لله قريبه للملعب، الامور راه ميسره، الطريق معبده كذلك، يعني الحمد لله الامور مزيانه. كنشوفوا مجموعه من المرافق، المناظر الجميله الرائعه هنا بجنبات مركب الامير مولاي عبد الله، مجموعه من الفضاءات المميزه هنا بجنبات مركب الامير مولاي عبد الله. فكنتمنى من الله الاخوان اللي معنا في هذا الفيديو هذا يشتركوا معنا في القناه، يخليو لنا التعليق ديالكم، تشوفوا لنا فضاءات خاصه بالوليدات بالعائلات، فمرحبا بكم والف مرحبا بالعاصمه. هنا المدخل الشمالي، المدخل الشمالي اللي دخل حتى هو في اللمسات الاخيره ديالو. هنا المسبح الأولمبي والقاعة المغطاة، اليوم يوم الاثنين، فكما كتشوفوا العملية ديال السقي متواصلة. كنشوفوا عملية الإسفلت سالات، بقات الديكوراسيون واللمسة الأخيرة، فالمسؤولين راهم خدامين عليها الله يبارك، باش إن شاء الله نشوفوا أحسن دورة للمونديالتو بالمغرب. أحسن دورة للمونديالتو إن شاء الله غتكون بالمغرب. وكما كتشوفوا اللمسات الاخيره هنا، الشركه المكلفه بالجارديناج خدامه على الامور الله يبارك. شفت الاخوان واحد اللمسه وغنخليها، شفت واحد اللمسه وغادي نخليها تبقى مفاجاه ان شاء الله، غيكون داكشي واعر بزاف الاخوان، غيكون داكشي زوين ان شاء الله، نتمنى من الله الخير والتيسير. هنا كتشوفوا الجنبات ديال مركب الامير مولاي عبد الله، كتشوفوا الامور زيانت، دي بانو جداد دارو بخصوص
التوجيهات فين غادي نمشيو فين غادي نجيو. فهنا كما كتشوفوا معنا مدخل خاص للمركب، مدخل خاص هنا للمركب. كما كنشوفوا الاشغال في كل مكان، لمسات اخيره تفصلنا على الافتتاح ان شاء الله على استقبال المباريات. اكيد ممثل المغرب سيلعب في العاصمه الرباط، عاصمه الانوار. نتمنهم الله الخير والتيسير ونتمنهم الله الامور تمشي مزيان. كما كتشوفوا معنا انا مجموعه من الاليات واللوجيستيك. هنا مركب الامير مولاي عبد الله، هنا الصوره جميله، هنا الصوره جميله كما كتوضح الصوره. يعني البوابه لم تعلن عن اسرارها الاخيره، جنبات الامير مولاي عبد الله المركب الكبير لم تعلن عن اسرارها بعد. هنا مازال فقط جنبات الطريق، اكيد غتكون مفاجآت كبيرة اليوم الاثنين من العاصمة الرباط. وهذه هي الطريق الوطنية رقم 1. ودائما اذكر الاخوان السائقين والاخوات السائقات باش يردوا البال، لانه كاين واحد المطار دار جديد هنايا من اجل السلامة ديالكم. جا في الجنبات ديال الحديقة ديال الحيوانات، الحديقة اكيد احسن حديقة في افريقيا، حديقة مميزة بمرافق رائعة جدا. هنا الاشغال تنتقل الى جنبات. ما لقيتش منين ندوز هنا، اكيد كاين عملية الحفر. غادي نتفادى هاد البلاصة، هادي غيكون واحد الباركينج مميز، باركينج ممتاز هنا. غادي نحاولوا نقربوكم شوية من الامور فين غادا. كما كتشوفوا معنا عملية الحفر مستمرة، غيتم تقسيم الباركينغ هنا بالتروطوار. أكيد غتكون أمور جميلة. كنشوفوا العملية ديال الجاردينات، كنشوفوا الأمور اللي هي مزيانة. الله يسخر الأمور. أكيد ملي كنهضروا على الأشغال، كنهضروا على التنمية، كنهضروا على النهوض بمجموعة من المرافق الرياضية، فكنهضروا على الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فنتمنهم الله الخير والتيسير والله يسخر الامور، اكيد الصوره النهائيه غتكون رائعه جدا. لا نعود في تفاصيل الاشغال واخر تطورات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.